طبعا هذا اللي تشوف فيه مشروع وادي اللود الزراعي، يعني اشجار، عدد هائل من الاشجار مغروس في وسط الصحراء الليبية، يعني كيف نقولوا حزام اخضر، حيوفر يعني منتجات ويوفر وظائف ويوفر طقس لطيف وملاذ للحيوانات والطيور، فيحتاج لتوصيلات مياه واهتمام، لان قاعده في بعض الاشجار قاعده خضراء، اغلب الاشجار يبدو انها ماتت، بس مشروع يستحق 100% انه هو تهتم به الدولة، ومتأسف انه وصل للمرحلة هذه من التهالك. طبعا هذا مشروع قائم من قبل الدورة، يعني ففي وسط الصحراء فوائده لا تحصى ولا تعد. والله شيء موسى، شيء موسى، يعني كان مخطط وخلاص. انا من شوف مشروع قداش قدام الوقت، باش بدي مشروع كويس في عليه فترة بسيطة اهمال، ما عادش تلقى منا اي اثار. تعرف